المرجة الزرقاء. الفيو هذه شوف كبيرة، هذه المرجة الزرقاء، المرجة الزرقاء فيها أراضي، فيها بحر. هو المقاهي اللي عندها خشب واللي عندها قصاب واللي معاملينها هكا. شوف هذه الجلسات كان هنايا تدمات كلها، الجلسات كلها ديكور لاك دي فلامون ريستورون فيست فاسو بور. فين فاسو بور؟ لا زين لو بور، اي بور هذا. الديور كتشوف فيلل على مستوى عالي، يعني عالي جدا، لكن الوسخ وسخ الغلا في على مستوى عالي جدا. ايجار نتاع البحر، عقدة البحر عند المغاربة لي زيترونجي والناس اللي على برا، وعامر زبالة وعامر مناظر رائعة جدا، لكن غير نظيف، قهر شوه سمعة هذا المغرب، ما هوش في مستوى النظافة المغربية. اللي مسكينو ما حبينوش يتقدم ولا حبينه، وغالي الطمة الكبرى انه غالي الغلاء، هذه المشكلة. الفيو من هنا زوين، الفيو من هنا زين. قبر مولاي ابو سلام هناك في الزاويه هذه، بعد لا اللي كيقولوا لها هاواي، هذيك المنطقه كيقولوا لها هاواي. هناك البحر وهذه المرجة الزرقاء، هذا اللي كيقول له البور. هنايا بعد البيت هذا الزرق كاين البور. شو الفيلا اللي هنايا يعني الكويس، كيأجروها متقسمة كيما كيأجر الفيلا، مقسمها لشي أربع شقق ويأجر الغلا من غير الصيف، كيأجر في الصيف ب5000 ولا 6000 ولا 8000، ومن غير الصيف كيأجر ب2000 600، طمة كبرى غلا. مجهزة لتفريغ المنتج السمكي بمولاي بوسلام. جينا من هناك موضع التاكسيات.